لواء در الحق المقاتل التابع لتجمع كتاب ألوية شهداء سوريا يقوم بنصب مدافع الهاون بنوع العيارات اتجاه الحادث لإمطاره بقذائف الهاون ودحره بإذن الله. اللهم سدد رميهم. نصب مدافع الهاون وتجهيز قذائفها لإمطار حاجز النبي يونس بقذائف الهاون ودحره بإذن الله. اللهم ثبت أقدام المجاهدين وسدد رميهم. لواء درع الحق المقاتل التابع لتجمع كتاب والويل شهداء سوريا في معركة بركان الساحل في جبل أكراد محافظة اللاذقية يقوم بدك حاجز سل النبي يونس بقذائف الهاون. السلام عليكم. يلا يا سيدي. الله يحميك ان شاء الله يا رب. الله اكبر. مبينه؟ فقط